مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم يا هلا، نلقي فيها الضوء على أبرز ما جاء في المشهد السعودي. أوضح وزير الخارجية عادل الجبير أن المملكة ستحاسب جميع المتسببين والمسؤولين في حادثة وفاة المواطن جمال خاشقجي. كما فسر الجبير سبب التأخر نحو 18 يوما في التحقيقات السعودية، وذلك لحرص المملكة على الإدلاء بمعلومات دقيقة قدر المستطاع. ونتابع معا أبرز ما أوضحه الوزير الجبير خلال لقائه مع فوكس نيوز الأمريكية. شدد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في حديث إلى فوكس نيوز الأمريكية أمس على أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عازم على محاسبة المسؤولين المتورطين في قضية مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي. وقال وزير الخارجية إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لم يكن على علم بما حدث، وأضاف: تضارب التقارير عن خروج جمال خاشقجي من القنصلية دفعنا إلى التحقيق، وأن ما حدث يعتبر خطأ جسيما، ونعزي عائلة خاشقجي ونتعهد بمحاسبة المسؤولين. وحول سبب استغراق المملكة العربية السعودية 18 يوما لتتشكل رواية مقتل جمال خاشقجي، أجاب الجبير: كانت لدينا تقارير تشير إلى أنه خرج من القنصلية التركية، ولكن عناصر التحقيق في تركيا اكتشفت ورود عناصر تتعارض عما كان في التقرير، وبدأ المدعي العام بإجراء التحقيقات. وأكد أن التقارير التي تم رفعها مبدئيا كانت خاطئة، وأن هناك شيء حصل يعتبر جريمة، وبناء على ذلك اتخذنا الإجراءات. ولكن تذكر، عندما تكون في وضع كهذا يجب عليك أن تدلي بمعلومات دقيقة قدر المستطاع، وأنك لا تريد أن تضع افتراضات أو شائعات، وهذه الأشياء تأخذ وقتا. وربما نريد أن نسترجع قضية سجن أبو غريب والفترة الزمنية بين متى تم اكتشاف الحادثة وإصدار الولايات المتحدة التقارير الأولية لذلك، لذلك يجب أن نكون حذرين عند تلك الحوادث. وأضاف الجبير: تاريخنا في المملكة العربية السعودية خلال 8 سنة الماضية لم يحدث مثل هذا السلوك، ولا يمكن أن يتكرر، وعلى أعضاء الكونغرس الانتظار إلى أن تصلهم الحقائق ثم يحكموا بناء عليها، ولكن لا يقفز للاستنتاجات بدون انتهاء التحقيقات، وسوف نحمل جميع المتورطين المسؤولية عن أفعالهم بغض النظر عن مناصبهم. وأشار الجبير إلى أن الأشخاص الذين فعلوا ذلك قد تجاوزوا صلاحياتهم، مفسرا قوله: من الواضح أنه تم ارتكاب خطأ جسيم، وما زاد من شدته هو محاولة إخفائه. وأكد الجبير أن السعودية ستواصل تقديم المعطيات عن مقتل خاشقجي مجرد توفرها، مضيفا: نريد كشف المعلومات بأقصى دقة ممكنة، وليس المزاعم والشائعات ولا قاويل، وهذا الأمر يتطلب وقتا ويجب توخي الحذر. وأضاف الجبير ردا على سؤال حول إمكانية أن يتأثر الحلف بين الرياض وواشنطن بهذه القضية: إن العلاقات الأمريكية السعودية تاريخية وعظيمة، لدينا تاريخ من العلاقات المشتركة في عدة مجالات، بينها محاربة الإرهاب ومواجهة إيران والتعاون في أفغانستان وباكستان، وهذه العلاقات مهمة للطرفين بشكل كبير، والعلاقات بين البلدين ستتجاوز هذه القضية.